من ضمن المومياوات اللي هنشوفها النهاردة في الموكب العظيم مومياء الملكة تي، الملكة اللي شغلت بال المصريين سنين طويلة جدا، شغلت بالهم وهي حية بالمناسبة، وكمان شغلت بالهم وهي ميتة، شغلت بالهم على السوشيال ميديا للمتابعين العاديين وكمان للعلماء، لدرجة انهم عملوا ليها تحليل دي ان اي في تجربة فريدة من نوعها. من ضمن المومياوات اللي هتشوفها النهاردة في الموكب العظيم هي مومياء الملكة تي. طب ايه الموضوع بقى؟ من امبارح جمهور المتابعين على فيسبوك بيسأل عن سر شعرها الكيرلي المختلف وازاي شكله واضح جدا وجميل كده حتى بعد طحنتها. الحقيقة ان الشعر ده له قصة مدهشة ومذهلة هنحكيها لكم في الفقرة دي، فأستاذنكم تتابعوها. من سنين طويلة عصرنا على مقبرة الملك أمنحتب الثاني في وادي الملوك، وفيها عصرنا على عدد من المومياوات الملكية لعدد كتير من الأشخاص عرفنا أغلبهم، لكن وقفنا جدا عند شخصية موميا ملقبة بالسيدة العظيمة. مين الست دي؟ ما نعرفش، بس هي سيدة عظيمة جدا ومهمة جدا، والدليل هو الاهتمام الشديد بالاحتفاظ بالموميا بتاعتها، لدرجة انهم احتفظوا بشعرها في صندوق خاص بيها. هذا الصندوق اللي هيقول لنا هي مين بالظبط. في سنة 2010 تحديدا مصر بتعمل واحدة من اكبر التجارب العلمية، بناخد شعر الملكة تي وبنسحب منه دي ان اي وبعدين ندور علشان نكتشف المفاجأة دي، الملكة تي زوجة الملك أمنحتب الثالث. معقولة دي السيدة العظيمة اللي بنتكلم عنها؟ ايوه هي دي، لانه تاريخها بيقول حاجات كتيره جدا. تي ما كانتش بس مجرد زوجه للملك امنحتب الثالث، دي مستشاره زوجها الموثوق بيها والمثقفه جدا، كانت سيده لقبت بالحكيمه والذكيه والقويه وكمان الشرسه بالمناسبه. ملكه تي ممكن نقول عليها اول وزيره خارجيه مصريه. بكل بساطه كانت قادره على كسب احترام الشخصيات الاجنبيه، وكان القادة الأجانب على أتم استعداد للتعامل معاها مباشرة وبدون وسيط. وصلت الملكة تي القيام بدور نشط جدا في العلاقات الخارجية، وكانت أول ملكة مصرية تسجل اسمها في أعمال رسمية. لكن خلينا نستكمل مع حضراتكم، كان مستنيها مصير مرعب. إيه هو المصير؟ مات زوجها فحكمت بالمشاركة مع ابنها الغريب والعجيب والمتفرد جدا إخناتون. حكم أو الحكم بينهم كان مشترك شوية لفترة قصيرة قبل ما يبقى هو نفسه الملك، ولما يبقى هو الملك يرمي قنبلة عظيمة هتغير كتير من شكل مصر. أمون مش الإله، الإله واحد أحد هو أتون، والعاصمة مش هتبقى طيبة، إحنا هنبني عاصمة تانية بعيدة بمئات الكيلومترات عن العاصمة القديمة أخي تتون، دي هتكون في المنيا في تل، وهنسيب معابدنا وآلهتنا ونعمل حضارة جديدة. كانت الملكة بين نارين كده زي ما بنقول، إنها تقف جنب ابنها أو إنها تقف جنب دينها القديم، واختارت الملكة إنها تقف جنب ابنها طبعا وتدعمه في مواجهة الغضب اللي الحقيقة موقفش عند حدود مصر بس، وصل للحدود الخارجية كمان. علشان كده هنلاقي رسائل في برديات نادرة جدا بيتواصل فيها ملك مباشرة مع الملكة تي عشان يذكرها بالعلاقات الجيدة اللي كانت بتتمتع بيها مع زوجها المتوفي، وبيعبر فيها عن رغبته في استمرار أجواء الود مع ابنها إخناتون. كمل مع حضراتكم القصة لأنها شيقة جدا. فضلت بقى الملكة تي تحاول أنها تحافظ على ابنها وتهدي الغضب من كهنة آمون ضده، لكن بعد 12 سنة من عهد إخناتون وتحديدا سنة 1338 قبل الميلاد طبعا، يعني بالظبط من 3350 سنة، عمر كبير طبعا، بتموت الملكة تي وهي عندها بالظبط 61 سنة، وتسيب ابنها إخناتون في تل الفراعنة يواجه مصيره. بعد 6 سنين بيموت إخناتون ويجي بعده ابنه توت عنخ آمون اللي بيرجع تاني يسيب عاصمة أبوه تل العمارنة اللي قلنا عليها اللي بتتحول لخرابات، ويرجع للعاصمة القديمة، لكن جثمان الملكة تي بيتم نقله لوادي الملوك تكريما ليها رغم حالة الغضب على ابنها، وتم نقلها لطيبة كمان، ويتم طبعا تم تكريم سيرتها بعيدا عن سيرة ابنها اللي بقى بيتقال عليه بالمناسبة العدو في السجلات الرسمية، لكن أمه اللي شاركته الحكم واختارت أنها تدعمه تم التجاوز تماما عن أفعالها، وفضل المصريين يقدسوها بالمناسبة. مش بس كده، بيشوفوها رئيسة احتفالات الإله
آمون. بعد سنين طويلة، حلوة الصورة دي صح؟ بعد سنين طويلة وقبل ما نعرف إن جثمان السيدة العظيمة هو جثمان الملكة تي، لقينا في قبر حفيدها حاجات غريبة جدا، حاجات بتدل على أهميتها. إنه من ضمن الحاجات اختار ياخد معاه تذكارات من جدته الحبيبة للعالم الآخر، كمان ياخد معاه حاجة تدل على مقدار حبه الشديد ليها، خصلة من شعرها. ونفضل احنا نسأل يا ترى فين مومياء جدته الحبيبة، واحنا مش متخيلين انها نفس السيدة العظيمة المجهولة اللي كنت بتكلم عليها في الأول اللي لقيناها في مقبرة أمن حطب. بحلول سنة 2010، نرجع تاني للتاريخ ده، كان العلم اتطور جدا وأخذنا خصلة من الشعر المميز الأحمر زي ما تشوفوا كده للملكة تي وموميائها، وعملنا عليه تحليل DNA. ليه؟ علشان نكتشف انه نفس شعر الجدة الحبيبة في مقبرة توت عنخ آمون، وبقينا رسميا عارفين ان السيدة العظيمة ما بقتش مجهولة، دي الملكة تي أم إخناتون وجدة توت عنخ آمون، الملكة اللي قدسها المصريين لسنوات كتيرة وحبوها جدا. علماء المصريات الأجانب بيقولوا إيه بقى على الموضوع ده؟ بيقولوا إنه يعني شيء لم يسبق له مثيل كده زي ما بنقول. بخصوص تي، مش فكرة إنها جت منين، لكن بقت إيه؟ مفيش ملكة في مكان بارز في حياة زوجها زي ما كانت الملكة تي. ظهرت تي بشكل منظم متفرد جنب أمن حطب الثالث في التماثيل والمقبرة والمعبد والجداريات، اسمها اقترن مع أو على لوحات عديدة معاه، على نقوش في السفن، المجوهرات، تماثيل الجعارين التذكارية الكبيرة. طول عصره، عصر زوجها، كان اسمها مكتوب في كل حاجة، بل كمان هو اختار يمثلها على شكل تمثال كده، تمثال أبو الهول، من حبه ليها. بنى أمن حطب الثالث معبد ليها في شمال السودان، وبقت هناك تعبد كشكل من أشكال الآلهة، ده حقيقي. النهاردة بقى هنشوف الملكة تي وهي ماشية في طريقها، بتتنقل من المتحف المصري في التحرير زي زفة كده، زي العروس، ليه مستقرها الجديد في متحف الحضارة في الفسطاط. قصة ممكن نقول لجزء لا يمكن نسيانه أبداً من تاريخ مصر القديم اللي بنتشرف فيه ونفتخر بيه، وتاريخ متفرد جدا، وانا مستمتعه جدا وانا بحكي الحدوته دي. انا بشكركم شكرا جزيلا على المتابعه، وتابعونا في قصص كتير متفرده شبه دي من تلفزيون اليوم السابع. الى اللقاء.